دلوقتي بسبوسة، كوباية من اللبن، وهحتاج تقريبا نص كوباية من الزيت النباتي، وهضيف لها 3/4 كوباية من السكر تقريبا، وهحاول ان انا ادوب السكر ده مع اللبن والزيت. عندي هنا كوباية ونص من السميد بتاع البسبوسة، وعندي نص كوباية من الدقيق، وعندي كمان نص كوباية من جوز الهند، وعندي نص كوباية من البندق المحمص والمطحون، وعندي نص كوباية من عين الجمل مفروم فرم ناعم، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحتاج رشة من الملح عشان تظبط لي الطعم، وعندي رشة قرفة، وهجيب صينية بسبوسة، الصينية العادية بتاعتنا، وهحتاج لها شوية زبدة. هاخد بقى الحشوة دي انزل بيها هنا، وهحط ايدي في المية كده وابتدي اشتغل او افرد البسبوسة بتاعتي كده، نرسم البسبوسة بتاعتنا زي ما احنا عايزين. وهندخلها درجة حرارة 190 لمدة 35 دقيقة. هطلع البسبوسة لانها جهزت، وهنزل بالشربات على البسبوسة.